دكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بنرحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. في البداية، حضرتك رمز من رموز الرياضة المصرية، عايزين نعرف رأي حضرتك في الشعار اللي اتخذه نقابة المهن الرياضية النهاردة في الاحتفالية بتاعتها اللي هو صلح مصر. والله احنا بنتمنى كرياضيين ان الحياة تستقر، يعني ده أملنا كلنا، وبنتمنى ان صلح مصر ده يجي من خلال التوافق ما بين المجتمع السياسي كله بعناصره المختلفة، ما بين الحركات الثورية وما بين السلطة الموجودة، يبقى نوع من التفاهم، التوافق، الإحساس بالآخر. يعني احنا عاوزين بلدنا تستقر، عاوزين بلدنا ترجع تاني تبوأ مكانها ومكانتها. هل بالفعل يا فندم في الوقت الحالي الرياضة تحولت من الحل للمشكلات السياسية المسبب الرئيسي لها؟ والله انا متصور ان يعني قضيه تسييس الرياضه اللي حصل في الفتره الاخيره ده عامل لنا مشكله كبيره في القطاع الرياضي. مين المسؤول عنه؟ مسؤول عنه الاحزاب، كل حزب عاوز هذا التجمع الضخم يبقى معاه، يعني تسييسه صعب وخطر، يعني انا بعتبره خطر، لان الناس معظمها ده بتحب الرياضه، كانت بتشجعها، بتتعامل معاها بحب وبشغف وبانتباه للأندية. طرق الحل يا فندم اللي حضرتك بتقترحها للخروج من هذا المأزق بعد ما تحولت الرياضة لمشكلة؟ مفيش حل قدامنا غير الحوار في كل حاجة، يعني لازم الحوار والتفاوض تملي يتم بتنازلات، يعني ما ينفعش كل واحد يبقى راكب دماغه يا كده يا لا، ما ينفعش، مفيش حاجة في الدنيا كده، فلازم يبقى في توافق، في تنازلات، زي الأسرة، يعني انت لما بتكون اسره على طول بيبقى الاب الاول عنيف وبتاع، وبعدين بيجي الاولاد لا يموتوا عشان يسمعوا الكلام، لازم يتفاوض، لازم يتنازل، لازم يستمع ليهم، وهكذا. يعني هي الحياه مطلوب فيها الحوار. انا كنت قائد لفتره انتقاليه في النقابه قبل المجلس الحالي ما يستلم، فاكيد لمست الضرر اللي جماعه المنظومه الرياضيه وبرأ توقف الدوام. أنا بقول له ربنا يوفقكم وإنكم تقدروا تحققوا أهداف النقابة اللي في فترة طويلة الحقيقة النقابة سقطت منكم، كانت 65,000 عضو رجعت ل 13 ولا 14,000 عضو، دي معناها إن قعدت فترة ما بتديش احتياجات الناس. أنا بتمنى لكم إنكم ترجعوا العدد ده تاني من خلال تقديم خدمات لأعضاء النقابة. متفائل بمستقبل الرياضة المصرية؟ بقالنا سنوات طويلة، 50 سنة بنتكلم في الرياضة، نفسنا الدنيا تتنظم وتتحسن والأداء يتم بشكل علمي، ودي احنا بنهاتي اهو بنتكلم على طول وبنقول رأينا وبنحاول ان احنا نحرك العملية. ما فيش حاجة في الدنيا هتتقدم من غير علم، الرياضة علم، ما هوش فهلاوة ولا هي انتخابات ولا هي مصالح انتخابية، الرياضة علم يجب ان يطبق. أكيد طبعا ما ينفعش يكون معنا دكتور كمال درويش وما نسألوش عن الزمالك، عن انتخابات الزمالك القادمة، هل هتاخدها يا فندم؟ لا لا، أنا مش داخل الانتخابات، خلاص السن أصبح لا يسمح بتقديم، ممكن يقدم استشارة لكن ما يقدمش بقى صراع انتخابي وكده ندخل فيه تاني، صعب علينا شوية. حضرتك بترى إزاي الوضع داخل نادي الزمالك والمستوى اللي وصلت ليه فرقة الكورة؟ هو أنتوا الناس كلها عايشة بقى، عارفة الرأي واحد. كل الرأي واحد.